بكم. على الرغم من تهديدها حياة آلاف التلاميذ، فإن كثيراً من المدارس الطينية ما تزال تنتشر في العراق، وخصوصاً في المناطق الريفية منه. أما المدارس الكرفانية فأنشئت في بغداد وعموم البلاد لسد النقص الكبير في عدد الأبنية. المفوضية العليا لحقوق الإنسان أكدت العام الماضي وجود 1775 مدرسة آيلة للسقوط، إلى جانب 820 مدرسة طينية في العراق موجودة في عديد من المناطق وخاصة النائية منها، وهي أماكن لا تتوافر فيها أبسط الشروط الصحية والتعليمية السليمة. وبسبب قلتها وعدم قدرتها على استيعاب ملايين الطلبة والتلاميذ، تلجأ عديد من المدارس في البلاد إلى الدوام الثنائي والثلاثي، ما يعني سريان ثلاثة أنواع من الدوام في مدرسة واحدة، ويكون ذلك في الصباح والظهر والمساء، ما يؤدي إلى تقليل الساعات وأوقات الحصص التي يدرسها التلميذ في الحالة الطبيعية.